جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: افتوني بارك الله فيكم، شخص أدى فريضة الحج ولم يبت بمنى في اليوم الثاني من أيام التشريق ولم يرمي الجمرات لسبب مرض، فماذا عليه؟ أما المبيت يسقط عنه من أجل المرض، إذا كان ما يستطيع المبيت في منى فليس عليه شيء للعذر، أما الجمرات فيفدي، لا بد من فدية. كان الواجب عليه أنه وكل من يرمي عنه، الواجب أنه وكل من يرمي عنه إذا كان ما يستطيع الرمي هو، لكنه لما لم يوكل وفات الوقت يكون عليه فدية، يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم.